جينا اليوم على خيمة الشروق وعلى غير العادة نصبنا عمدتين اليوم هما أهرام من أهرام الشعر وثقافة الدليب. بنحيي كل من تابعنا عبر هذه الأمسية، كل التهاني والأمنيات بعيد سعيد ومبارك وتعاد علينا وعلى الأمة السودانية بالخير واليمن والبركة. لقاءنا يتجدد إن شاء الله دائما عبر ليالي قناة الشروق وأمسيات متجددة وسهرات متنوعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والشكر خاص لي مصممة الأزياء خلود كبيدة. أخيرا تحياتي والفريق العامل، دمتم في أمان الله. نعم، تحية لكم حضورنا وتحية لكم مشاهدينا، تحية أيضا للعمدتين اللي أضاءوا خيمة الشروق في هذه الأمسية. كل سنة وانتم طيبين. ختام خيمة الشروق من محطة بيت السمر مع مرغن النجار، إلى أن نلتقي أجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغرب الراحة بعد الأوطان، بعد الأوطان، بعد الأوطان.